امرأة قوية الحب، ملهمة، إلى كل قوية أو ضعيفة، إن كنت سمراء أو بيضاء، إلى كل أم أنجبت طفل أو لا، إلى كل امرأة تزوجت أو لم تتزوج، إلى تلك التي تركض بسلام بقبر الاحتضان، إلى التي تكافح من أجل نجاح عائلتها، إلى كل متزوجة، إلى كل فتاة تعيش في مجتمعنا الحالي، أنت أعظم مخلوق قد خلقه الله، شمعت هذه الحياة ولا يجب أن تنطفئ يوما ما. ثوري، تكلمي، ثابري، انهضي حتى لو نعتوك وقالوا أنك خصر أعوج. لا تتقيدي بمفاهيمهم الخاطئة، فهم علمونا أن هم البنات إلى الممات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمنا أن البنت تأشيرة السفر إلى الجنة. لو لم تكوني أعظم المخلوقات التي خلقها الله لما كنت قوية وصابرة ومثابرة. وأيضا هناك الكثير من الإثباتات القرآنية التي تثبت أن المرأة عظيمة. وعن وصية الأم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الأمة هي كل شيء جميل في هذه الحياة. أيضا هنالك من يقول القول أن الجنة تحت أقدام الأمهات. وأخيرا أختم حديثي بقصيدتي إهداء إلى معلمتي، إلى أمي، إلى قريبتي، إلى ابنتي، إلى كل فتاة، إلى كل امرأة، إليك أنت في كل مكان، إلى تلك اليتيمة، إلى كل امرأة تسكن تحت التراب. سأرد القصائد كلها عن باب الشعر واحدة واحدة لأكتب لك. نور الحياة في وجهك تحيا، يا شمس الصبح غدا في وجهك آتية، هذه الحياة صدى حروفك وأمنية، أنت الفكرة الهاجية بأحلام الهوى جارية، أنت جفن الغافي، أحبك ما حييت فأنت نبضي، فكيف أخون النبض يحتويني؟ أحبك كلما ارتحلت حروفي وصاغ حنينها سر الجنون، أحبك يا امرأة كل أوقاتي، يا فجر الهادي، يا حلو المذاق، يا أمي، يا حياتي، يا كل نساء البقاع، أنت أعظم مخلوق في الحياة، أنت نبضي. يا نبع الحنان، يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان، وانت يغلى من العيون، فيه مشتاق الغلاك، والغلا قلبي عطاك، يما من سواك، ولا أبد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله.